أهلا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من بوليتيك. في هذا العدد نتناول موضوع تقريبا موضوع واحد لبرز في الساحة، هو زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اللي غادر اليوم الجزائر بعد زيارة استغرقت 3 أيام. التقى رئيس تبون عدة مرات بأبو مازن واستقبل أيضا من طرف كبار المسؤولين في بلادنا. زيارة انتهت كما هو معروف باتفاقات، منها تسليم 100 مليون دولار إلى الفلسطينيين، قرار مهم طغى على الساحة. وممكن جدا في الجزء الثاني نتناول باختصار قضية السيدة نعيمة صالح. سيد، كيف تقيم أنت زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بلادنا؟ أظن أن الزيارة تكتسي أهمية كبيرة، خاصة في هذه الظروف التي نعيشها مع المغرب، بعد أن أقام المغرب يعني علاقة استراتيجية مع إسرائيل، ذهب إلى أبعد الحدود حتى اتفاقية عسكرية يعني مع البلدين، وقلت أنه ظروف جد خاصة تمر بها المنطقة، وظروف خاصة تمر بها القضية الفلسطينية، من تعتيم ومن تشديد يعني الكيان الصهيوني، راه مشدد بزاف على الإخوان الفلسطينيين سواء قطاع غزة أو قطاع رام الله أو الجهة الأخرى. أظن أنه جاءت في الوقت المناسب لتؤكد مدى وقوف الجزائر مع القضية الفلسطينية كآخر بؤر للاستعمار في القرن 21، هي والقضية الصحراوية. من جهة أخرى، تصريحات الجزائر سواء الخارجية أو الرئاسة وكدولة يعني تتطابق ميدانيا بما جاء به في هذه الزيارة الرئيس الفلسطيني، ونستطيع أن نقول ثاني يعني فيها إرادة من الدولة الجزائرية أن تدرج القضية الفلسطينية كقضية يعني جوهرية في القمة العربية القادمة في مارس بإذن الله في الجزائر. المشكلة المطروح بالرغم يعني من المعاناة نتاع الشعب الفلسطيني اليومية، يعني إلى حد الآن ما فيش يعني رد فعل سواء كان من طرف الجامعة العربية ولا حتى من المنظمات الجهوية والدولية، وكأنها ما كانش قضية، ما كانش قضية ولا أمر شغل مسلم به. يعني الكيان الصهيوني يدير واش يحب في إخواننا الفلسطينيين، وما كانش حتى فيه رد فعل. وبالتالي أنا أطرح ما هي جدية ولا ما هو يعني مبرر لوجود جامعة عربية ما تدافعش على قضايا عربية، يعني بكل صراحة. بالعكس، في هذا الظرف تاع وين فيه إخوان الفلسطينيين يعانيوا يوميا من الاضطهاد نتاع الكيان الصهيوني، إلا ونشوف فيه سلسلة من التطبيع، الإمارات، قطر في عندها مدة، واليوم يعني جيراننا في الغربيين ورايحين. كذلك نطرحوا قضية تسير هذه الجامعة العربية، كذلك نطرحوا قضية تسير هذه كما مجلس الأمن تاع الأمم المتحدة، حتى الأمم المتحدة واش هذه؟ كيفاش؟ غدوة برك تصير حاجة مثلا حماس يضرب ولا هذا، من حق يعني من حق كما المقاومة الفلسطينية أنها تدافع على البلد نتاعها، ولكن نوصفهم باللي مجموعات إرهابية وباللي منظمة إرهابية، بالرغم من أن الكيان الصهيوني يمارس الإرهاب تاع الدولة وأطفال يعني أطفال يقتلون يعني يوميا، وما فيش
ما فيش يعني كيما نقولوا احنا رد فعل، ما فيش حركه، ما كان والو. ربما هذا الزياره، احنا الموقف تاعنا معروف من القضيه الفلسطينيه، حتى فيما يخص المستحقات تاعنا فيما يتعلق بالإخوان الفلسطينيين، دائما الجزائر كانت هي تدفع الاولى، هذه مع سباق، هذه معروفه. فيما يخص يعني التعليم العالي، انا كان لي يعني فرصه وانا عرفت يعني في المسار تاع الجامعي الكثير من الاخوه الفلسطينيين، هذا امر ماشي جديد. الشيء ربما اللي يعني اللي تم اتفاق عليه في هذه الزياره، انا في رايي في نظري ماشي يعني كيما نقول القمه العربيه المقبله، انا الشيء اللي يعني جلب انتباهي هو الندوه اللي راح تقيم في الجزائر العاصمه باش يلم كل الفصائل الفلسطينيه. هذا هو بالنسبه لي الاساس، ويعني النتيجه يعني اللي اثرت يعني على هذا الزياره. انا رايي انه القضيه الفلسطينيه يعني تركت وهمشت من طرف غالبيه الدول العربيه، وايضا الشعب الفلسطيني تركوه لحاله كما يقولهم الفلسطينيون، ترك الى حاله، يعني عنده ربي سبحانه وتعالى ان قوى الكيان الصهيوني يعني مارس في القمع والظلم داخل والاستيطان داخل الاراضي الفلسطينيه. معظم الدول العربيه عندها علاقات جيده مع اسرائيل، سواء رسميا بشكل رسمي او بشكل غير رسمي وغير معلن. الان ايضا شفنا بعض الدول هي التي استحوذت على خاصيه التعامل مع الفلسطينيين ومع الصهاينه، في سواء في الوساطه، في قضايا الاسرى الى اخره. وشفنا رد فعل تاع حركه حماس يعني قبل امس، وين انتقد مصر بصراحه، انتقدها بوضوح وقال انه الحكومه المصريه تقف دائما الى جانب الحكومه الاسرائيليه ولا تلعب اي دور مثلا في قضيه اعاده الاعمار، في قضيه العبور الى اخره. الان بصراحه يعني الخطوه الجزائريه ملفته جدا وشجاعه جدا، لانه تقريبا نظن فيه بلدين عربيين اللي عندهم موقف واضح وقوي ومعلن من القضيه الفلسطينيه، ونظن في المركز الاول الجزائر وتاتي بعدها نظن الكويت وبدرجه اقل تونس. لا العراق حتى، ممكن العراق نعم، ولكن في الجزائر بصراحه يعني هذا القرار ممكن جدا يجلب لها مشاكل، مزيد من العداء، سواء من طرف الدول المتحالفة مع إسرائيل اللي عندها علاقات علنية مع، لأنه حتى في إحراج، لما الجزائر في كل مرة تقول ما نطبعش آخر شيء تفكر فيه هو التطبيع، إلا بعد مش تطبيع، ولكن بشرط أن تحل القضية الفلسطينية ويعاد حقوق تعاد حقوق الشعب الفلسطيني. الآن شفنا كثير من الدول العربية طبعت، شفنا المغرب طبع، عندنا دول يعني قوى كبرى في العالم تميل دائما حليفة إلى لإسرائيل. ومن هذا المنظور يعني الخطوة اللي دارها الرئيس تبون خطوة كبيرة، يعني شجاعة، وعطت الانطباع أنه ربما البلد الوحيد اللي عنده مثل هذه المواقف تجاه هذا الشعب الفلسطيني. شفنا اليوم جلالي سفيان دار بيان أيد فيه هذه الخطوة، وقال أنه حتى داخليا هنا في بلادنا سيقومون بانتقاد الخطوة اللي قدم عليها الرئيس تبون في إطار سياسة المعروفة الآن للتخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني. أنا أظن أنه القرار اللي دارته الجزائر هو قرار جريء يحمل من الجرأة السياسية الذي يجعلها يعني تتموقع الآن في موقع يعني المدافع الأول للقضية الفلسطينية، لأنه ما كانش دولة عندها الشجاعة أنه كما قال سي عبد الوهاب تجمع أنت الفصائل الفلسطينية وعلى طاولة واحدة من أجل الوحدة، وحدة الصف الفلسطيني سياسيا، خاصة هناك فصيلين مثلا حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، تعتبر لدى الدول المؤيدة القوية التي تقف مع إسرائيل من المنظمات المدرجة يعني إرهابية. الآن المجتمع الدولي يكيد بمكيالين، عمرنا ما شفنا محكمة لاهاي الدولية، محكمة الجرائم الدولية
تصدر مثلا قرار يعني بإلقاء القبض محكمة يعني العدل الدولي يعني أنا. يعني على على مسؤولين سياسيين في الدولة العبرية اللي داروا يعني الوزير وزير الحرب اللي جاء اللي زار لا لا الوزير الحرب اللي جاء حتى إيهود باراك نتنياهو يعني كل وزراء رؤساء الوزراء الإسرائيليين وحتى وزراء الدفاع السابقين لدولة الكيان يعني هذو ارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني الأزل. أظن أنه الكيل بميكائيلين هذا هنا نصنف منظمة الفلسطينية كمنظمة المقاومة من حقها أن تقاوم على وتدافع على أرضها وعلى شعبها أنها منظمة إرهابية، ومن جهة أخرى يجي مثلا هذا الوزير الدفاع الإسرائيلي إلى دولة شقيقة دولة راهي جيرانة عندنا الشعب المغربي هذا راه يعاني الويلات، وهناك تعتيم إعلامي كذلك ممارس ضد الشعب المغربي الذي يخرج يعني في تظاهرات ويقمع وتصادر إرادة الشعب المغربي الذي لا يقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني. أظن أنه القرار الجريء الذي قامت به الجزائر ستلعب دور مهم جدا رفقة كما ذكرت الأخ الناشي دولة الكويت التي تبقى يعني واقفة من الدول التي تقف مع القضية الفلسطينية، وكذلك يعني تونس، وحتى يعني سوريا المغلوبة على أمرها مع المشاكل التي تعيشها من محاولة لتقسيم هذا البلد الذي يواجه كذلك الكيان الصهيوني وهو كذلك ضحية الاستيلاء على هضبة الجولان منذ ستينات القرن الماضي. لكن الموقف بهذا الوضوح نظن واضح من الجزائر ولا يوجد بلد آخر، ولهذا أنا نظن بأنه ستكون عندنا مشاكل مع كثير من الدول بدون شك، لأن الجزائر الحقيقة هي حتى وهي دعم القضية الفلسطينية هي لم تخرج على إطار قرارات الجامعة العربية. صحيح. هي الجزائر تتفق على كما نقول هي متفقة على وجود دولتين، ولكن ما هي الاستفادة من هذا؟ هل الاعتراف بدولتين هل جاب حاجة للقضية الفلسطينية؟ هذه واحدة. ثانيا، هل الجمعية العربية هذه عملت على الضوء يعني حتى في علاقتها مع الكيان الصهيوني ولا حتى في معالجتها للقضية الفلسطينية، هل هي تعاملت على أساس القرارات اللي هي أخذتها؟ زيد، الملك المغربي هو يترأس لجنة القدس، وجب يعني هذا التطبيع ولا هذه الاتفاقية الأخيرة وجبت القضية الفلسطينية. لما نسمعوا هذو الناس اللي طبعوا ولا نسمعوا الملك المغربي يقول لك احنا دائما صاهرين واحنا واقفين واحنا ندافعوا على القضية الفلسطينية، وين وجبت يعني انت بحكمك انك رئيس لجنة القدس وش قدمت يعني وش قدمت؟ الإسرائيليين ما زالوا يقتلوا في الأشقاء الفلسطينيين، يقتلوا في النساء، يقتلوا في الأطفال، زيد راهم دائما يستولوا على أراضي ويبنيوا يعني مستوطنات، وين هذه؟ وين هي سيدي نعتونا؟ وزيد اليوم إذا كان منظمة جهوية مثل الجامعة العربية ما تحترمش قرارات تاعها، يعني أنا بكل صراحة ما نشوفش الوجود نتاعها، هذه واحدة. ثانيا، عندها حق الجزائر لما تطرح قضية التسيير الديمقراطي نتاع هذه الجمعية، ولا حكر ولا نقولها ولا حكر على بعض يعني البلدان، على مصر وعلى الخليج، بعض البلدان الخليج درك ما بقاش. إذا ما كانش ما عندكش حق، احنا شفنا في عدة مرات وين الجزائر لما تدافع على المواقف نتاعها في السابق حاولوا دائما ان يهمشوها، وبكل صراحة وخلقوا لنا مشاكل ونقولوها خلقوا لنا مشاكل، مع الرغم ان الجزائر دائما تحترم الشرعيه الدوليه والشرعيه حتى تاع العربيه يعني حتى قرارات الجامعه العربيه. صحيح. وحتى الجامعه العربيه يعني ما لعبتش دور حتى دور في الازمات تاع الدول العربيه، لا في سوريا لا في اليمن لا في ليبيا، لانه مرتبطه ببعض الدول
وتهمل دول بالعكس والتي هي سبب في النزاعات. كل المحاولات تاع الحلول المبعوثين الخاصين جايين من سواء من الاتحاد الافريقي او من الامم المتحده، غايبه جامعه الدول العربيه. لماذا؟ لانه يعني كما قلت انت مرتبطه او تدار من طرف بعض الدول وليست كل الدول العربيه. والجزائر من حقها، لانه هذا طرح قديم تاع الجزائر عنده سنوات، تطالب بإعادة نظر في تسيير الجامعة العربية تسيرها، لأنه الآن موجودة في القاهرة تأتمر بأوامر بعض الدول والنتائج لا توجد نتائج. ولكن الشيء في المحصلة في قضية فلسطين، يعني كما قلت من قبل الشعب الفلسطيني تورك يعني نساوه ما كان ما عنده حتى واحد. ولما شوفوا اغلب الدول العربيه يا اما عندها علاقات رسميه ومعلنه مع اسرائيل، لحد الان 4 دول، وكاين دول اخرى عندها علاقات غير معلنه، عندهم مكاتب تمثيل، عندهم مصالح الى اخره، واخر اهتمامهم الفلسطينيين. حتى هناك في الازمات، في الازمه داخل الفلسطينيين بين 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 الفصائل الفلسطينيه وفتح والمنظمات الاخرى، فيه الحكومه المصريه او مصر هي التي استحوذت على هذه المهمه، هي الصلح. وشفنا انتقاد من عند حركه حماس للحكومه المصريه. لماذا؟ لانه حتى الجغرافيا تلعب دور، لانه مصر مقراب يعني عندهم هي التي تسيطر على معبر رفح بالضبط، يعني هي عندها مصالح، في حين انه الجزائر ما عندهاش، ومعروفه من لانه من القدم ما عندهاش، ما تتدخلش في الشؤون الداخليه تاع الفلسطينيين، ما عندهاش تفضيل الطرف على الاخر. ولهذا شفنا بمجرد الإعلان عن رغبة الجزائر أو إرادة الجزائر أو قرار رئيس تبون بجمع الفصائل الفلسطينية، شفنا رد فعل نتاع حركة حماس اللي رحبت، قالت نرحب بالمبادرة نتاع الجزائر وسنشارك في أي مجهود من الجزائر لتوحيد الصف. والجزائر الحمد لله عندها علاقات جيدة سواء مع فتح أو مع الجهاد أو مع حماس أو مع حتى من التيار الديمقراطي، كل التيارات كانوا متمثلين. صحيح، حتى جبهة النضال يعني فيه برمجة لزيارة وزير التنمية الاجتماعية للجزائر في الأيام هذه، وبالتالي ممكن جدا الجزائر تقوم بدور فعال. ولكن هل الدول الأخرى المؤثرة في الوضع الفلسطيني تقبل به أم لا، تأثر فيه أم لا، كما شفنا في ليبيا حتى القمة العربية اللي راح تجري لربما كاينين راح كما يقولوا أكيد يعرقلوها إيجاد أكيد. شفنا حتى قوى تدخل في ليبيا، قوى تدخل في السودان، قوى تدخل في فلسطين، قوى تدخل في اليمن، وبالتالي صعب جدا. والجزائر بصراحة يعني مقبلة على مهمة شقة جدا، إذا نجحت راح يكون إنجاز ضخم يحسب للدبلوماسية الجزائرية وللرئيس تبون شخصيا. أنا أظن أنه لو نعود إلى مقولة الخليفة عمر بن عبد العزيز، يقول كلام يعني قوي جدا في السياسة وفي إدارة شؤون الدولة، من لم يسير داره لا يستطيع أن يسير دولة. اللي ما يقدرش يسير داره ما يقدرش يسير أمور الدولة، يعني كإسقاط المقولة هذه عن الدول العربية، جميع الدول العربية التي لا تستطيع أن تحل أزمات خاصة التي جاءت كمخرجات أو نتائج كارثية للربيع العربي، أين يعني انقسمت سوريا إلى عدة أطراف، أين العراق، اليمن تعيش حرب آلية. لأنه يقولوا لي الوقت انتهى، لأنه اليوم الوقت قصير حتى نفتح المجال للزملاء تاع القسم الرياضي، يعني ممكن جدا توقفوا هنا ونرجع في الجزء الثاني ونعطي لك الكلمة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا الحوار. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من بوليتيك. نذهب مباشره الى سعيد ارزي، تفضل سعيد. قلت يعني في المقطع الاول انه الجامعه العربيه فيه ازمات، بؤر ازمات في عده دول عربيه كمخرجات لنتائج وخيمه للربيع العربي. رانا شفناها في سوريا، شفناها في اليمن، شفنا ازمه سياسيه في تونس، ليبيا. يعني نلقاو كما قلت تفضلت من قبل انه دول هي راهي دول شقيقه في كيان واحد تحت مظله الجامعه العربيه، تلقاهم منقسمين وحتى عسكريا يدعمون طرف على طرف اخر. يعني ما لا يمكن ان نجد حل
يعني سوي وحل سياسي اذا هما راهم يدعموا كل واحد يدعم طرف فريق من طرف من اطراف خاصه بالسلاح. من جهه اخرى اظن انه الجزائر في قضيه المنظمات الفلسطينيه باش يديروا اجتماع طارئ هنا في الجزائر من اجل التوافق ومن اجل يعني الوحده بين الفصائل في مصيرها في القضيه الفلسطينيه. يعني الجزائر معروفه اولا تاسيس دوله فلسطين في 88 على راسها ياسر عرفات، يعني واللي كانت يعني تسيطر عليها حركه فتح. ومن جهه اخرى حركة المقاومة الإسلامية موجودة هنا في الجزائر وعندها يعني ممثل هنا، وسامي أبو زهر يعني موجود هنا في الجزائر، يعني عندها تواجد هنا. يعني حتى الدولة الجزائرية ما تعملش على أن حركة المقاومة الإسلامية على أنها ولكن تعمل معه متحدث. باسم حماس نظنش موجود في الجزائر، هو يعني مش كثير الزياره الفو باش نكونوا دقيقين، هو كثير الزياره الى الجزائر يدل على ان الجزائر حاجه وموجود في الجزائر حاجه. باش نكونوا دقيقين هو يعني الجزائر ترحب بالفصائل الاسلاميه، عفوا الفصائل الفلسطينيه، يعني ما تفضلش فصيل على فصيل اخر. تتعامل الجزائر كما السياسه تاعها الخارجيه، لا تفضل طرف على اخر، هي تريد التوافق بين الفصائل وكذلك تريد التوافق مع البلدان العربيه. صحيح هذه السياسه الخارجيه. نعم. في الجزائر، ولكن حتى المصالحه بين الفلسطين مش سهله لانه خلافات كبيره، وحتى الفلسطينيين انفسهم فيه قوى تؤثر فيهم، يعني فتح تاثر فيه قوى، وحماس تاثر فيها قوى، والجهاد الاسلامي تاثر فيه قوى اخرى، وبالتالي الاراده نتاع الجزائر جيده وقويه الى اخره، ولكن شاقه المهمه، شاقه. اذا تمكنت الجزائر فهذا انجاز كبير، لانه لماذا ما نجحتش المحاولات نتاع، لانه فيه تاثيرات. هذه التاثيرات نشوفها مش في فلسطين فقط، في كل الدول العربيه، في اليمن الان في عده قوى تتدخل فيها، في سوريا عده قوى، في ليبيا الى اخره. ونرجع للجامعه العربيه، يعني الوجود تاعها الان يطرح اسئله مهمه. يعني نشوفوا مثلا سوريا رسميا على الاقل اقصيت من الجامعه العربيه في 2011، غير ممثله في الجامعه العربيه. لماذا؟ هل سوريا اعتدت على بلد عربي؟ لم تعتدي على بلد عربي. وضع في سوريا متدهور، مثل اليمن، مثل السودان، مثل ليبيا الى اخره. يعني هناك قوى اخرى، شفنا حتى ضربات اسرائيليه في الجولان، حتى في دمشق، يعني في محيط دمشق، في عده مدن ومحافظات في سوريا، ولكن ما شفناش ردود فعل من الدول العربيه، كانه الامر لا يعني كثير من الدول العربيه. لا سوريا اهتمت بالدول العربيه، ولا فلسطين اهتمت بها الدول العربيه الى اخره. الان وشفنا التصريحات الاخيره تاع وزير الخارجيه الجزائري رمضان العمامره، لما يقول نرحب باي تقارب عربي مع سوريا، لانه الجزائر عندها علاقات معقولة طيبة مع الجميع وليست مع الإقصاء، وبالتالي شفنا موقفها جيد مع سوريا، شفنا موقفها جيد مع فلسطين، شفنا موقف جيد مع الدول الأخرى. البلد الوحيد اللي الجزائر عندها مشكل معه هو المغرب، واللي هو اللي بدأ الاستفزازات بصراحة، سواء بأطماع التوسعية أو بعدم احترامه لقرارات شرعية دولية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية. الأزمات اليوم، ما هي البلدان العربية اللي مثلها الأزمات؟ هي اللي كانت فيها الأنظمة الوطنية، ماهيش أنظمة ملكية. وشفنا لما كانت جمهورية، يعني وشفنا لما كانت جبهة الصمود واش كانوا يوزنوا هذو بلدان الخليج في الجامعة العربية، وبالتالي بالعكس هما يزيدوا يغذيوا هذه النزاعات. لأن ما دام هذه الأنظمة وهذه البلدان اللي غير النظام ما فيهمش ماهوش ملكي عايشة في أزمات، هما تعطيهم كما نقولوا موقع قوة، وبالتالي ما يهممش أن غدوة الأمور تستتب في العراق ولا في ليبيا ولا في سوريا. وإذا كان عندهم نظرة، عندهم كما نقولوا حنا غاية أنهم يخلقوا لنا مشاكل يديروها، ما تكسرش راسك. بعض الأنظمة، يعني باش نكونوا منصفين، حتى بعض الأنظمة الملكية ما لعبتش دور سلبي. نعطي لك مثلا الكويت، البحرين مثلا ما لعبتش دور سلبي في بعض الدول الأخرى،
في حين أنه صحيح معظم الدول اللي عندها مشاكل هي الدول الوطنية اللي كانت فيها انظمة نعم وطني مش غير وطنية وطنية خاصة لأنه مصر مثلا أيضا نظام جمهوري ولكن صارت مشاكل بالضبط وإحنا يعني في الربيع العربي الجزائر سلكت كما يقال سلكت بشعرة يعني ربي الطف ربي الطف ولكن بعض البلدان العربية شاركت أكيد شاركت في الربيع العربي معروفة صح هما واش يحب عندهم هذيك السياسة أنه ينقل أزمات البلدان الأخرى صح قال ما دام نقلها دونك أنا ما كما يقولوا نحمي نفسي يفهم هذا يفهم مثلا لما نشوفوا الأزمة في الحرب في اليمن يفهم أنه بعض الدول تخوفت من تحول إمكانية تحول الأنظمة في اليمن ف وقع مشكل حتى في ليبيا يعني بعض الدول تخاف من أنظمة مثلا إسلامية واحد يخاف من أنظمة ديكتاتورية واحد حتى في فلسطين يعني كثير من الدول العربية لا تقبل مثلا وجود نظام إسلامي ما تقبلش الجهاد أو حماس وبالتالي هناك دول تدعم الجهاد وحماس لهذا هناك حتى معقد الوضع حتى في الدول القضية العربية يعني نقولها بكل صراحة بالرغم من المشاكل الموجودين يعني بين الفلسطينيين ولكن سامحني فيه ديمقراطية فيه نقاش ديمقراطي يعني في فلسطين يعني كاين لازم الانسان يعترف وهذه مثل هذا يعني هذه الاجواء مثل هذه الاوضاع ما يحبوهاش الانظمه الملكيه ما تحبهاش لان ماهيش يعني ماهيش كيما يقولوا بالطبع ماهيش انظمه وطن ديمقراطيه وبالتالي لما يشوف النقاش حتى في اخواننا اللبنانيين يعني بالرغم يعني العرق وبالرغم يعني الفصائل الطائفيه ولكن في يعني بلدان ديمقراطيه لكن بعض الدول تسميها انظمه ديمقراطيه ووطنيه ولكن ما عندهاش ايضا ديمقراطيه ماهيش ملكيه ولكن ما عندهاش حياه ديمقراطيه دخل قلت لك انا عطيتك مثلا بلدين قلت لك على تكلمت على لبنان وتكلمت على الفلسطينيين في الفلسطينيين في نقاش يعني بكل صراحه صحيح التعدديه موجوده صحيح عندهم صحيح وحتى في لبنان التعدديه موجوده هذه مثل اوضاع انا نقول لك لان هاي روح انت غدوه تكلم في السعوديه ولا مثلا ثور ضد الملك قبل ما نرجعوا للجزائر لانه الامر يهم يعني الجزائر يعني واش نقول لك عليه الخطوات الاخيره تاع الجزائر تعني شيء اخر ثاني اللي ربما همناش به هو انه عادت الجزائر الى الساحه الاقليميه على الاقل او الساحه الجهويه شفنا مثلا هذا الدور ما لعبتوش منذ سنوات طويله كبيره جدا يعني اللي كانت هي كما كانت تسمى يعني مكه الثوار ما شفناهاش لعبت دور في اي قضيه عربيه او افريقيه الان بدات ترجع بدات تلعب في مالي تلعب الان عندها دور في القضيه الفلسطينيه حابه تدير دور في الجامعه العربيه لانه انعقاد القمه ايضا يسبق جهد دبلوماسي كبير حتى لتتطابق وجهه نظر حول مثلا مشكله سوريا ومشاركه سوريا وعدم مشاركه سوريا الى اخره وهذا نقل الجزائر من العزله اللي كانت فيها اللي عشناها بسبب الارهاب الى اخره والوضع الاقتصادي والوضع الداخلي الى العودة إلى الساحة الإقليمية من جديد. أظن أنه هذا مكسب للجزائر حتى الجزائر يعني عدا القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية وقضية ليبيا مالي إفريقيا يعني راهي وزير الخارجية راهو يدير تنقلات نوعية ولقاءات نوعية في إفريقيا من جنوب إفريقيا إلى الشمال والآن الجزائر كذلك راهي دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يعني كان وفد برلماني دخلوا أول أمس يدخلوا من بروكسل وباش يتفاوضوا على قضية يعني كاين نوع لكن البرلمانيين ما عندهمش الحق يتفاوضوا هذه دول هذه بين يعني دول مش بين البرلمانيين يعني لا بداوا يعني يتكلموا على قضية الحراقة قضية لأنه تكلمنا في هذا البرنامج مثلا في السنتين الماضيتين أنه قضية مثلا الحراقة تركيا فرضت على الاتحاد الأوروبي أنه يقدم أكثر من 70 مليون دولار من أجل يعني في المنطقة العازلة باش يأوي اللاجئين السوريين واللاجئين العراقيين الأفغان اللي يجوا حنا مثلا عندنا قضية الأفارقة اللي يجونا من نيجر ولا اسمه ليجو يروحوا يعبروا إلى عبر البحر الجزائر يعني الآن تتفاوض دون يعني عندها علاقة بإعادة الانتشار الجزائر في الساحة الدولية الآن أصبحت يعني عندما نتكلم على الندية ماشية مع فرنسا لأنه في وقت العشرية السوداء
الجزائر مثلا عندها مشكلة مع صندوق النقد الدولي، كان مشكلة اقتصادية عويصة، وكاين عدة دول كانت تشوف أنه الإرهابيين يعني من حقهم أن الحرب هذه يعتبروا حرب أهلية، يعني واش كان الجزائر؟ الجزائر كانت دارت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص مثلا الجانب الاقتصادي، الجانب العسكري إلى آخره، يعني إعادة نظر في هذا العالم. سيد، أنا في رأيي هذا رجع إلى القيادات اللي حكمت البلد. يعني مثلا شفنا وقت بومدين، زيد شفنا وقت شادلي، زيد شفنا وقت بوتفليقة، وفي الآونة الأخيرة نقولها صراحة، يعني قبل يعني سنتين كانت دبلوماسية مبنية على البراغماتية، منفعية، قال ما ندخلش روحي، ما ندخلش روحي، وهذه حتى منفعية، ماهيش حتى منفعية من وجهة نظري. اسمعني، الشخص الواحد، اسمع، لا لا، وزيد ايه، لا يعني ما بقاتش دبلوماسية مبنية على مبادئ، مبادئ اللي احنا اللي نؤمنوا بها، اللي نؤمنوا بها ودائما يعني ندافعوا عليها ومكرسها حتى في الدستور نتاعنا. انا مثلا ما عدا يعني وقت بومدين الله يرحمه، انا ما شفتش يعني رئيس ولا شويه زروال، ما شفتش انا رئيس مثلا جزائري وقف في يعني في وجه الفرنسيين، يعني بكل صراحه نقولها بكل صراحه، ما وصلناش اننا مثلا نستدعيو السفير الجزائري في باريس، بكل صراحه. يعني انا في رأيي كاين في مقاربه جديده، فيها لا مقاربه جديده، سياسه جديده، لان هذه الدبلوماسيه المبنيه على البراغماتيه ما تخليناش اننا نلعبوا الدور نتاعنا، وماهيش ما تطبقش مكانتنا كقوه يعني جهويه، فهمت ولا؟ تدخل في المساومات توصل الوقت وين تخلى تولي ما توزنش، حتى في هذا في المنظمات الدوليه ولا حتى في المنظمات الجهويه. لما تكون عندك سياسه هجوميه وتطرح القضايا المبدئيه، لهنا تبدا الناس يبداوا يحسبوا لك، يعني حتى الاعداء يبداوا يحسبوا لك. لكن عبد الوهاب، يعني حتى البراغماتيه مش عيب في سياسه الدول، لانه يعني الدول مصالح بين الدول، ما عندك مصلحه تعطيني مصلحه، وهذا اللي نشوفه الان. مليح تتحدث على المبادئ في السياسه الخارجيه اللي مبنيه عليها السياسه الخارجيه تاع الجزائر، ولكن من قبل كان هناك تفريط في المصالح، الان اصبح الدفاع عن المصالح تاع الدوله نديه، عندك مصالح عندي مصالح، وفرها لي نوفرها لك، ما توفرها ليش ما نوفرها لك، راحت هذيك الوصايه اللي كانت من قبل. اما لما تكون عندك انت براغماتي، وفي مش عيب تكون براغماتي، لانه براغماتيه في نهايه المطاف تعرف مصالحك وراها يتحقق، ما تكونش على حساب مبادئ مثلا علاقه واش قصدي يعني، فهمتك ولكن مثلا في القضيه انت مثلا تقرير المصير او استقلال الشعوب المضطهده، ما فيش هنا براغماتي، ما فيش بيع وشراء، فيه مبادئ، ولكن في علاقتك مع الدول الاخرى عندك مصالحك، وعندك هما عندهم مصالحهم، وهذا اللي الان يبدو لي في نظري بدا يظهر الان في علاقتك مع فرنسا او الاتحاد الاوروبي، قال هاي مصالحي هاي مصالحك، تتحققها لي نحققها لك، ما تحققها ليش انا ثاني ما نحققلكش مصالحك. اصبح التعامل بالنديه الند للند، وهذا شيء جديد بصراحه ظهر في الفتره الاخيره. نعم، اظن انه لو نقارن يعني نوليو للجيران مثلا نظام المخزن الان، هي هذه انقلبت الايه. نحن مثلا كاين مقاربه انه النديه هذه انه فيه نخدم المصالح تاعي، ولكن ليس على حساب المبادئ، العكس اللي صار في المغرب. المغرب المبادئ راحت، المبادئ من اجل المصالح، والمصالح لا تدوم، لانه المصالح اليوم راك مع الكيان الصهيوني، ما تتفقش معاه راح يدور عليك الكيان الصهيوني. اذا هذا هو الجانب الايجابي يعني السياسه الخارجيه في الجزائر الان، اصبحت تسلك مسلك ايجابي من اجل الدفاع عن المصالح الجزائريه، ودون مساس على المبادئ اللي واقفه عليها الدوله الجزائريه. هذا هو يعني المقارنه اللي بيننا وبين، يعني اعطيته على سبيل المثال وليس الحصر، مع المغرب. عبد الوهاب، نظن يقولوا لي حتى الزملاء الوقت انتهى، يعني لانه مختصر الان يعني بالنسبه للمين الفريق الوطني، يعني مقابلة مهمة. شكرا عبد الوهاب، شكرا سعيد إلزي، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في غدا بحول الله تعالى في عدد جديد من بوليتيك. تصبحون على خير.